السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله يا رب تضلوا بخير. قبل ما نبلش هذا الفيديو يا شباب، أتمنى منكم صلوا الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حابب بالبداية أعيد عليكم إن شاء الله يا رب كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله يا رب تضلوا بخير أنتم وأهلكم وأحبابكم. بهذا الفيديو شباب جايب لكم طريقة رائعة جدا نقدر من خلاله نعاين اي مجلد او اي صوره او اي كتيب او اي كرتونه عليها كلام بالاجنبي، وحابين نحن نحوله الى اللغه العربيه بكل بساطه وبضغطه زر واحده. بنحول الصفحه باللغه الانجليزيه الى اللغه العربيه بضغطه زر واحده فقط. نعم شباب، طريقه رائعه نستفاد منها بحياتنا اليوميه. اذا نحن حابين نشتري منتج ما وحابين نحن نعرف تفاصيله، وعم نلاحظ انه التفاصيل مكتوبه باللغه الانجليزيه، فلا تقلق بعد الان، الحل بسيط لتعرفوه، فقط ابقوا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم أصدقائي؟ رجعت لكم من جديد. مثل ما ذكرت في بداية الفيديو، حاليا رح أشرح عن طريقة رائعة جدا نقدر من خلالها نترجم أي صورة أو أي كتيب موجود أمامنا بضغطة زر واحدة فقط. لكن شباب قبل ما بلش بشرح هاي الخطوة، بتمنى منكم أول شيء تدعموا قناتنا هاي لتوصل ل 2 مليون مشترك. نعم شباب، نحن هدفنا الوصول بهاي القناة ل 2 مليون مشترك، لهيك أصدقائي بتمنى منكم تساعدونا للوصول 2 مليون مشترك في أقرب وقت ممكن. بتمنى منكم أيضا تفعيل زر الجرس اللي موجود أسفل هذا الفيديو. طبعا شباب، حتى نحن نترجم أي صورة أو نترجم أي كتيب موجود أمامنا نحتاج لتطبيق معين. هذا التطبيق راح تلاقوه بصندوق الوصف أسفل هذا الفيديو، أما بالمدونة أو عبر قناتنا التليجرام. طبعا التطبيق تنزيله وتحميله عن طريق متجر جوجل بلاي. طبعا شباب، نحن بعد ما نحمل التطبيق ونثبته بهاتفنا فرح نفتحه بهذا الشكل، هو تطبيق عدسة جوجل. مباشرة رح يفتح عندي هيك، فأنا هون بإمكاني اختار أي صورة من الاستديو الخاص فيني، أو بضغط على الخاص بالكتيب الخاص بالكاميرا بهذا الشكل فبيفتح عندي بهذا الشكل. هون حاليا بالأسفل عندي خيار الترجمة، رح حط على خيار الترجمة بهذا الشكل، وحاليا لازم قرب أي نص موجود أمامي حتى أنا ترجمه بكل بساطة وبكل سلاسة. حاليا رح أجيب كتيب حتى أنا ترجمه. طبعا الكتيب جاهز بين إيدي، هذا هو الكتيب شباب. طبعا الكتيب اذا بتلاحظوا انه مكتوب باللغه الانجليزيه كامله مثل ما ملاحظين امامكم. طبعا هو كتيب لهاتف. طيب انا على سبيل المثال حابب ترجم هي الصفحه، مثل ما ملاحظين فيها كلام باللغه الانجليزيه وكلام صغير جدا وكلام دقيق جدا. بكل بساطه بجيب الكاميرا على هذا الكتيب، طبعا فوق بالاعلى افعل خيار الفلاش حتى اذا كان عندي اضاءه منخفضه يقوي الاضاءه ويترجم بلغه صحيحه. بكل بساطه هون بضغط على إشارة الترجمة، مثل ما هزينا معكم بحدد على الصورة بهذا الشكل وبضغط على إشارة الترجمة. وحاليا هون عبيلي بس المحتوى غير موجود، لازم ننزل اللغات. طبعا أنا هون فقط عملية تنزيل لغات. طيب حاليا مجرد ما نزلت اللغات أنا رح نزل اللغات حاليا، بس وقف الفيديو دقيقة ورح نزل اللغات وبعد منها بكمل معكم الشرح. طبعا شباب بعد ما نزلت اللغات بكل بساطة برجع بضغط على الترجمة بهذا الشكل. طبعا اذا انت حابب تنزل اللغات بكل بساطة ممكن مثل ما ذكرت اول ما تضغط على الترجمة رح يقول لك نزل اللغات، فكل لغة بتحطل على تنزيل. طبعا بعد ما نزلت اللغات بكل بساطة بقرب على الصورة مثل ما ذكرت، بفعل اشارة الفلاش بهذا الشكل وبقرب على الصورة وبحط إشارة الترجمة مثل ما ملاحظين أمامكم. فالكلام إذا بشيل كتيب هون إذا بتلاحظوا الكلام تحول من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية كاملة، الكامل الصفحة ترجمت مثل ما ملاحظين أمامكم بكل بساطة وبضغطة زر واحدة فقط ترجمت الصفحة كاملا. وهي الطريقة بنطبقها على جميع الأشياء، ممكن كرتونة ممكن صورة ممكن بوكس معين، أي شيء بترجمه بضغطة زر واحدة، أي منتج أو أي كتيب أو أي شيء موجود أمامكم. وبهي الطريقة بيكون شرحنا كيف منترجم أي نص أمامنا من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية بضغطة زر واحدة. بتمنى أن يكون أفادكم وعجبكم هذا الفيديو.